لو جينا اطلعنا الآن على اشتغل ولا ما؟ لو اطلعنا الآن على الروتر اللي موجود في الداخل راح الاقي في عندي السلك موجود في الروتر اللي هو سكوريل كيج. ناخذ واحد من الروترز هدول الروتر بارز، وخلينا افترض انه هذا الفلكس بلف بهذا الاتجاه، معناها يعني هاي الفلكس هيك الفلكس بلف بهذا الاتجاه، فكأنه البار بيمشي بهذا الاتجاه مظبوط. فنيجي نتطلع هلا راح ينشا عندي، راح ينشا اول شيء عندي جنريتر افكت، بعدين راح ينشا عندي موتور افكت عكس الدي سي. الدي سي ايش اول نتج عندي؟ اول شيء نتج عندي موتور افكت، بعدين نتج عندي جنريتر افكت. هون لازم يصير في جنريتر افكت بالاول، لانه هاي ماده مش فيرو ماده كوندكتنج، بس هذه الومنيوم او كوبر. هلا الفلكس عماله بمر بهذا الاتجاه، فكانه السلك بتحرك في داخل الماجنتيك فلكس بين، ففي عندي موشن بهذا الاتجاه، عندي موشن وعندي فلكس، والفلكس طبعا بهذا الاتجاه هاي بي، وهاي هون موشن اللي هي في، يعني هاي سرعه. هلا نطلع على الجنريتر افكت شو راح يصير عندي. هاي الثلاثه هذول عندي الفلكس بهذا الاتجاه والموشن بهذا الاتجاه مظبوط. ايش راح ينتج عندي؟ راح ينتج اي ام اف، راح ينتج فولتج، والفولتج اذا سمحت له انه يمر اعطيته مسار راح يمر في كرنت، الكرنت راح يكون اتجاهه طالع من الصفحه مظبوط. هذه اول خطوه. هلا لما نتجت اول خطوه من هون ايش راح يصير بعديها؟ اذا مر عندي كرنت من هون وين بتحول الان؟ بروح على الموتور. خلصنا من الجنريتر افكت، عملنا جنريشن. هلا موتور افكت، الموتور افكت في عندي كرنت ماشي بهذا الاتجاه، هاي الكرنت عندي من هون، وفلكس بهذا الاتجاه، هاي الفلكس بهذا الاتجاه، كرنت بهذا الاتجاه من هون مضبوط هيك عندنا صحيح. هلا عندنا راح ينتج عندي الفلكس كان يلف بهذا الاتجاه، فوين راح يصير الفورس على الهاد؟ هيك هو الفلكس كان يلف بهذا الاتجاه، فراح ينتج عندي فورس، وراح يكون كمان تانجنشال زي ما كان هناك تانجنشال. فراح طيب لازم اوفر مسار للكرنت يمر، لانه اللي تكون عندي مش كرنت بالجنريتر افكت، ايش اللي تكون؟ فولتج. حتى يمر هذا الفولتج ايش لازم اعمل؟ لازم يكون في مسار يسمح لهذا الكرنت يمر. وين بمر الكرنت؟ بالرينج اللي موجود على النهاية، هذا السكور الكيج اللي موجود هون في كوندكتر بارز، ومعمولهم شورتينج اوت بالرينجز اللي هون. في عندنا كمان كوندكتر بارز موجودة هون. وجود الرينجز اللي موجودين في النهاية بيسمحوا للكرنت انه يمر، فراح يصير عندي فورس بهذا الاتجاه، وهي راح تعطيني طبعا الفورس راح تعطينا تورك، لأني بضرب الفورس هاي في الديستانس، تعطيني فورس تعطيني تورك، والتورك هذا بيؤدي الى انه يتحرك هذا الروتر. هلا الروتر راح يتحرك بسرعه، اذا الروتر وصل سرعته نفس سرعه الماجنتيك فلكس، قديش راح يصير الجنريتد فولتج؟ زيرو. مضبوط؟ لانه ما في، اذا بطل في ريلاتيف موشن ما بين الماجنتيك فلكس والكوندكتر من هون، بطل في قطع لخطوط المجال، راح يصير الفولتج زيرو. اذا الفولتج صار زيرو راح يصير الكرنت زيرو، واذا الكرنت زيرو شو صار بالموتور افكت؟ صار زيرو. إذا ما بيقدر الاندكشن موتور يلف على السينكرونس سبيد، وهذا بنعبر عنه بالرسم التالي. هون عندي ان سبيد، وهون عندي تورك تي. في عندنا النقطة هاي، هاي النقطة من هون هي ان اس. فالتورك اللي بيعطيني اياه المحرك لما يكون ماشي على السينكرونس سبيد بيساوي زيرو. لذلك لا يمكن الاندكشن موتور يمشي على السينكرون سبيد. اذا مشي على السينكرون سبيد بصير التورك اللي بعطيني اياه زيرو، واذا صار التورك اللي بعطيني اياه زيرو راح يتوقف، راح يصير تباطا، راح تنزل سرعته شوي. اذا نزلت سرعته شوي ايش راح يصير؟ يرجع راح يرجع في ريلاتيف موشن ما بين الماجنتيك فلكس اللي بلف والروتر، راح يتكون عندنا تورك، وهذا هو الريتد تورك. ولذلك المحرك الاندكشن موتور عاده بنسميه ايه سينكرونس موتور، يعني هو نوت سينكرونس. هاي المسافه من هون لهون هي سليب ان ار بي ام او از اي برسنتج.